يلا عيال نزلوا الأغراض. يلا يلا كل واحد يشيل شيء. سلامات. وراس تناظرين مضيع شيء انتي؟ وش فيها اشكالكم كذا متهاوشين انتو؟ لا 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 يا بنت الحلال كنا كاشتين. يا فاتتكم كشتة، طبخ وناف ومطر ودبابات انواع الفلة. الله كشتة مرة بخاطري اجرب اكشت انا والبنات. طيب اكشتوا، ايش ناقصكم سيارات ومعكم؟ بصراحة ودنا بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا. يخسى يخسى احد يضايقكم. واحدة واحدة حنا نكشت معكم. سلامات يا بوي، سلامات قاطمعهم انت. لا 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 حنا ما نكشت معكم. مهم معهم مهم معهم يا السبهة جنبهم. الحين سؤال واحد، الحين مهم هم جيراننا وبيننا وبينهم جدار. هلا خلاص نكشت ويكون بيننا وبينهم موتر. ايه اذا كذا اوكي. كفو، متى تبون؟ بكرة؟ لا وش بكرة، سلامات أبشاور البنات وعلمك. يلا يلا باي حقين البران. امشي يا معلش الويكند ما يناسبني عندنا عزيمة. طيب عزيمتكم يوم الخميس ولا الجمعة؟ الجمعة. خلاص يوم الخميس وش عندكم؟ يا ذكية الخميس تجهيز عزيمة الجمعة. يا ليل خلاص مو بلازم نطلع الويكند، نطلع وسط الأسبوع. لا وين تحسبين لفاضيين مثلك؟ لا يا حبيبتي حنا عندنا دوامات، خلوها الويكند اللي بعده. لا لا معلش الويكند اللي بعده تمايم ولد بنت خالي. تمايم ولد بنت خالك؟ يا ليل مناسبة أبدا مو بمهمة. مو مهمة عندس يا حبيبتي، هذه بنت خالي أقرب لي من خواتي، وبعدين مين أنت طالع عمرك عشان تعلميني وش المهم وش اللي مو مهم بحياتي؟ كالعادة تهاوشوا ونسوا الموضوع الأساسي. أي موضوع؟ وش أي موضوع؟ موضوع الكشتة. يو خلاص نسيت، أقول لكم شيء خلوها الشهر الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف ورا الباب انت. لا لا يا بنت الناس لا تحطين شيء في ذمتك، انا كنت مار جنب الباب وانت مطقيته. نصاب كالعاده كنت جالس تسمعنا من ورا الجدار. الله لا يصلح قلبك يا رب ان شاء الله. لا تفهميني صح، المهم متى قررتوا؟ خلاص قررنا كشتتنا تكون يوم 3 ديسمبر. داري سمعتكم. يعني تقريبا اسبوعين ونص. يو يا عيال، يعني علشان يخططون الكشتة يقعدون اسبوعين ونص؟ صدقوني يا عيال انا مره كنت طالع من البيت جايكم على الاستراحه فجاه كذا لقيت نفسي في البحرين. لا يا ابن الحلال، البنات جداولهم منظمه وترتيب وتخطيط وتنظيم وتستاذن من امها وقروشه، وعادي ترى على اتفه سبب تكنسل طلعتها قبلها بنص ساعه. هي فقي انا ماني جاي. قال ايه؟ قال احرسهم سكرتي انا. اوه صاد شكوش حتى انا ماني بجاي. أبوك الجحدة وراكم يا عيال. أقول لك ياسر إيش حنستفيد منهم؟ أكل وحلا وقهوة وشاهي، ما لذ وطاب، يعني بالعربي ميم ميم. هي إيش يعني ميم ميم؟ يعني مي ومناهي. درج أنت، يعني محفول مكفول. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني بتكون مودرن وتناسبنا حنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهذلة وقرف زي أشكالكم آخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا تمشى ودها تشارك بس. أقول لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس احتاجه بالكشتة. آه وراك انت ما تضحك. لا إيه عادية يعني. بس حبيت أشارك يعني. طبعا. يا سخفك. المهم من بكرة بنبدأ تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشتة. أنت أطلعي من المنقد أول شيء بعدين روح اشتري الفروة. فر ما ضحكت الحين ما أدري مضحك. إيه. هذه حلوة والله. يلا أقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. إيه أبو حمود متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر ما تشوف شر. رجبها أمشوا أمشوا. يا سخفكم بس. اسمعوا بنات عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات أنا أعرف لكم واحد في ثميري يبيع فروات ستايل نسائية رهيبة، بكلمة لكم يسوي لكم ديسكاونت. يا ولد لا يكون غلطانين بالمحل، محل عبايات ذا ولا فروات؟ مشكلة يا عامر نفس التصاميم بس فرق القماش من جوا. الله خير خير واخري انا اخترتها قبلك ليش تقلدين؟ خير وش اللي اقلد؟ سبحان
سبحان الله، اول ما حطيت يدي عليها قلتي الله ابي زيها. خلاص يا بزر انت وياه اهدوا لا اكفن كل واحده منكم بفروتها. خلاص اختار لون ثاني انت. ما ابي، مسكت معي ذا اللون وانا ماني مختاره الا ذا اللون. يلا وش عندك وش بتسوين؟ بنات ترى الموضوع مره بسيط، خذي فروتين من نفس اللون كل واحده منكم تاخذ لونين وبس وانتهى الموضوع، ونسقوا مع بعض قطعه ثانيه. يقلع ام الهوجه الخايسه، متهاوشين عشان لون فروه؟ قصدك يقلع ام المصاريف؟ تدري ان فروتي ذي شريها لي ابوي من عند المسجد من يوم انا بالمتوسطه ولا الحين ما غيرتها؟ عشان كذا ريحتها غنم. هي اصليه، مش عرفك انت؟ مرحبا. يا هلا. بكم هذه لو سمحت؟ ب 560 ريال. ليش 560؟ كيف 560؟ لا 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 لا، غالي غالي غالي. شوف ان السعر مناسب، هذه من طرفي جارتنا وتعز علي. شو هالحكي؟ الاستاذه من طرفك؟ تكرم عينك انت والاستاذه، وبلا 60 ريال خليها 500. ايش رايك فيني؟ 60 ريال طرفي ثاني. والله انك كفو يا تركي، مره شكرا. خلاص امسك حاسب وما يحتاج تحط لي اياها بكيس لاني بلبسها الحين. تكرمي. باي. اسمع، 200 ريال تدزها في حسابي الحين. شوف يا تركي، نحن اتفقنا كل شخص بيجي من طرفك بياخد فروة تاخد 100 ريال مو 200 ريال. أقول حبيبي الحركات ذي ما يبعلي أنا زين، لا أقلب لك المحل هذا ملاهي. 200 ريال تدفها في حسابي، ترى جملتها في 60 ريال أنا عارف. طيب خلاص خلاص تكرم عينك، راح أحول لك 200 ريال. ايوه جايب انت حب مويه رايح ملعب. هاي انا خلصت وانتو؟ وش السالفه؟ مهبولة انت. الله يصلح قلبك، قاش البقاله كلها. وانا خلصت بس باقي لي شيش طوق ما لقيته. سلامات، وش ذي الاغراض؟ تخيلوا بنات وش لقيت؟ شواية كهربائية عشان أطبخ عشانه، وجبت فحم تدفى فيه. إيه سلامات يا أبو حمود. كابتن. خير إن شاء الله. في شيء؟ وشلون بتشغل شواية كهرب في البر؟ يا ذكي، في محل عندهم توصيلة تنشبك على بطارية السيارة، بكرة بروح أشتريها. يا بنات مرة قهر، ما لقيت ولا مشروب دايت، بس جبت الأشياء هذه خلنا نمشي فيها حالنا اليوم. أوه صح ذكرتيني، نسيت السكر البني. وأنت يا أستاذ عامر نسيت شيء؟ نسيت ليش جينا أصلاً؟ احنا وشو اللي جايين يا اخ ياسر؟ ما ادري. ابو حمود وشو اللي جايين حنا؟ نكت انت وجهك. حلوه حلوه.